طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. في المواقع المحلية، الحوثيون يفرضون كتبهم الدينية على المكتبة الوطنية وجامعة صنعاء. ومن أخبارنا المنوعة، إرهابي يساري سابق يعتني بسلفيين داخل السجون الألمانية. ومن البي بي سي، مضيفة في شركة الطيران الهندية تسقط من طائرة. أهلا بكم. تصدر خبر تغيير رئيس الحكومة الصفحات الرئيسية في المواقع الأخبارية اليمنية والصحف، وقد تباينت المواقع في تناول الخبر حيث عنون موقع الحرف 28. هذه تعرض لضغوطات، وتعيين رئيس جديد للحكومة قرار موفق. وقال الموقع أن قرار الرئيس هادي بإعفاء أحمد عبيد بن دغر من منصبه لرئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق وتعيين خلفا له في الحكومة أثار جدلا واسعا في الأوساط اليمنية. وقضت المادة الأولى من القرار الرئاسي الذي صدر مساء الاثنين بتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لبن دغر، وتعيين الدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي نائبا لرئيس مجلس الوزراء. ونص قرار الرئيس اليمني باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم. ويرى سياسيون وصحفيون يمنيون أن الرئيس هادي تعرض لضغوطات لإعفاء بن دغر من منصبه. وينقل الموقع عن أحد الصحفيين في عدن قوله أن رئيس الوزراء الجديد لن ينجح في أداء مهامه ما لم يحدث تغييرات حقيقية على الأرض، لعل أولها قيام التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات بدعم الحكومة دعما حقيقيا يمكنها من وقف انهيار العملة وتعزيز قدرة الاقتصاد اليمني على النهوض، داعيا إلى ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط والغاز والعمل من العاصمة عدن ومراجعة الحكومة السعودية للإجراءات المتخذة بحق المغتربين اليمنيين. إيران تدعم ميليشيات، فماذا يفعل التحالف؟ تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا. إيران تجعل من العراق معملا لتصور وصياغة علاقاتها بالغرب ومكانا للتعايش مع القوى الغربية، حيث توسعها الإقليمي لا يمس المصالح الغربية، وعلى الأقل تريد تمرير هذه الرسالة. وهذه مفارقة عملية، حيث تتبنى إيران خطابا معاديا للغرب، خصوصا الإمبريالية الأمريكية التي تسميها بالطغيان والاستكبار، لكنها تتعامل معها على نحو غير مباشر. وقد شجعت هذه الآلية الرئيس أوباما، الذي قال في مقابلة مشهورة له في آخر عهده إن على البلدان العربية، ويقصد السعودية تحديدا ومعها الشعوب العربية المغلوبة بالطبع بسلوك إيران التوسعي مذهبيا وميليشياويا، القبول بتقاسم النفوذ مع إيران. ملحوظ أن إيران لا تدعم نظاما أو دولة عبر علاقات رسمية، دولة لدولة مؤطرة بروتوكوليا وقانونيا بقدر ما تدعم طرفا أو فصيلا في دولة، فهي تراهن على فوضى انهيار الدول المجاورة لها والتي تتدخل فيها لتنهض ميليشياتها وتتحكم بالأمور دون أن تحكم ودون أن يستقيم حال الدولة، لأن قيام الدولة يعني الاستجابة لتحديات اجتماعية واقتصادية تقتضي الخوض في تفاهمات مع باقي قوى المجتمع السياسي والاجتماعية، وتقديم تنازل وإحلال النظام الدولتي مقابل المحاصصة المذهبية، وهذا ما لا ترغب به إيران. والعلاقة التي تربط إيران بالتابعين لها هي علاقة تخريبية لا تقود إلى تمكين بل إلى تعطيل، وخير دليل علاقتها بالحوثيين في اليمن. أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن إيران لم تسعف تابعيها اقتصاديا ولا إغاثيا، لكنها تستميت في مدهم بالسلاح والمتفجرات وتقنيات القتل. هذا السلوك العدواني الهدام لإيران يفرض علينا النظر إلى خصومها وتدخلهم في اليمن على سبيل المثال، والتساؤل فيما إذا كانوا يدعمون دولا أم ينشئون ميليشيات هم الآخرون، فماذا يفعل التحالف في اليمن؟ إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون من صنعاء. الحوثيون يسيطرون على طيران اليمنية في صنعاء، واحتجاجات ضد هذه الإجراءات. وقال الموقع أن عشرات الموظفين العاملين في طيران اليمنية بصنعاء احتجوا ضد سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة على القرار الإداري داخل الشركة.
وقالت مصادر للمصدر أونلاين إن الموظفين نفذوا وقفة احتجاجية داخل مبنى شركة في صنعاء احتجاجا على سيطرة الميليشيا على القرارات التي تتخذها الشركة ومحاولة تقسيمها إلى جزئين بين صنعاء وعدن. وجاءت الوقفة الاحتجاجية عقب قيام جماعة الحوثي بإلغاء أي قرارات صادرة عن رئيس مجلس إدارة اليمني الكابتن أحمد العلواني، سواء في تغييرات داخل الشركة أو فيما يتعلق بأموال اليمنية وأرصدتها في بنك اليمن الدولي. وأصدرت قيادة الميليشيا قرارا بإلغاء أي توقيعات صادرة عن رئيس شركة اليمنية العلواني وفصل أرصدة الشركة في صنعاء عن إدارتها في عدن بعد قيام الأخير بمحاولة سحب أرصدة الخدمات الأرضية من بنك اليمن الدولي إلى عدن. وعمل الطيران اليمنية خلال الأربع سنوات الماضية على الحياد، واستمرت إدارتها السابقة مع استحواذ قيادات الحوثيين على الإدارات الرئيسية في الشركة. هل أضحى النفط سلاح الرياض بوجه كل من ينتقدها؟ تحت هذا العنوان كتب صلاح السقلدي مقاله في الموقع بوست مضيفا: الثروة السعودية قد أضحت صوتا يلهب ظهر أي سعودي معارض، ووسيلة مقايضة رخيصة مع أي جهة دولية تحاول التعرض لحالة حقوق الإنسان السعودي. وتحولت نعمة الثروة إلى نقمة استبداد بالنسبة للمواطن السعودي التواقي لنيل حقوقه وحرياته العامة، وهذا ما أغرى الرياض وأوصلها إلى ورطة جريمة خاشقجي. فالشعور بالزهو وبالاعتقاد أن بمقدور المال أن يشتري كل العالم هو من أوصل الرياض إلى هذا المآل وإلى حالة العزلة السياسية التي تعاني منها مؤخرا، وبالذات منذ جريمة اختفاء خاشقجي، وجعلها عرضة للابتزاز والطمع من الشرق والغرب، بل أشدهم وطأة وضراوة حلفائها الغربيين. ولم تجد الرياض من يقف بمحنتها هذه غير بضعة دول عربية كاليمن والأردن ومصر، وهي دول تمر بالأصل بضائقة مالية وبحاجة ماسة للريال السعودي. فبالإضافة إلى الخسائر التي تعصف بأسواق المال السعودية بسبب تداعيات جريمة خاشقجي، حيث هبط مؤشر البورصة السعودية 7% في تعاملات الأحد قبل أسبوع من مؤتمر اقتصادي مهم في الرياض يطلق عليه اسم دافوس في الصحراء، هذا غير ما ستنفقه الماكينة السياسية السعودية من أموال طائلة لشراء ذمم وإسكات الأصوات التي تتعالى اليوم بشكل محموم. فللمملكة باع طويل وخبرة لا بأس بها بمسألة كهذه، زادتها تجربتها بحرب اليمن خبرة من أين تؤكل أكتاف المنظمات الحقوقية والدول، وكيف يتم رمي التقارير الحقوقية بمكبات القمامة والدوس على كل القيم الإنسانية على عتبات المصالح. في جولة سريعة داخل مكتبة حكومية في صنعاء يمكن مشاهدة التحول الذي تريد ميليشيات الحوثي فرضه بالقوة من خلال الثقافة التحريضية داخل المجتمع الواحد، وعنون موقع المشاهد نت: الحوثيون يرفضون المكتبة الوطنية وجامعة صنعاء بكتب ومقررات حسينية. وقد نشرت ميليشيات الحوثي كتبها، وفي مكتبة دار الكتب الوطنية يمكن مطالعة العناوين التالية: هي الثورة الحسينية والصرخة شعار الحوثيين، وأيضا الإمام علي وقرين القرآن، وثورة الإمام الشهيد زيد بن علي والإمام الهادي عليه السلام الشهادة، وأنفروا خفافا وثقالا، والعدوان ومواقف وردود. كما تحتوي المكتبة على خطابات زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي وشقيقه حسين، وتصف المكتبة السعودية بقرن الشيطان وجارة السوء وتمجيد إيران وسوريا وحزب الله اللبناني. لكن الأهم ترويجها لفكر الجماعة المتخالفة مع إيران أو المتحالفة مع إيران، وتمجيد زعيمها عبد الملك الحوثي ومؤسسها حسين الحوثي وحقهم الإلهي بالحكم. من هو معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية الجديد؟ تتساءل صحيفة العرب الجديد في تقريرها عن رئيس الحكومة الجديد في اليمن، وتقول: حتى ما قبل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بين مارس 2013 وحتى يناير 2014 لم يكن معين عبد الملك سعيد الذي عين رئيسا جديدا للحكومة اليمنية اسما معروفا على مستوى واسع، لكنه حضر في التعيينات واللجان الحكومية بعد ذلك أكثر من مرة، وبرز في الشهور الأخيرة بأنشطة مرتبطة بمشاريع تنموية تدعمها السعودية والعديد من المناسبات. وخلافا لرؤساء الحكومة السابقين في السنوات الأخيرة على الأقل، يتحدر معين عبد الملك من العمر البالغ من العمر 40 عاما من محافظة تعز، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة بالعمارة ونظريات التصميم.
وفقا للمعلومات المتوفرة التي اطلع عليها العرب الجديد، فإن عام 2011 يمثل أهم محطة مؤرخة في نشاطه السياسي من خلال المشاركة في صياغة وثيقة مطالب الثورة التي عممت على ساحات التغيير. في مؤتمر الحوار الوطني الذي كان محطة محورية خلال المرحلة الانتقالية في اليمن، برز حضور معين عبد الملك عضوا في المؤتمر عن الشباب المستقلين، وانتخب رئيسا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة، كما كان عضوا في لجنة التوفيق ولجنة تحديد عدد الأقاليم. وينظر اليمنيون إلى معين عبد الملك كأحد القيادات الشابة المحسوبة على سفير اليمن بواشنطن ومندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة حاليا أحمد عوض بن مبارك، والذي يعد أحد أبرز المقربين من الرئيس هادي ومن الشخصيات التي أسند لها مواقع رفيعة. حقول الموت في زمن السلام. تحت هذا العنوان كتب إلياس خوري مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: هل كانت الحروب حروبا، وهل قادنا السلام مع إسرائيل إلى سلام حقيقي، أم أن علينا ونحن في منعطف قرار أمريكي إسرائيلي يشارك فيه النظام العربي بشكل علني أو موارب ويجد غطاء له في انهيار المشروع الوطني الفلسطيني، أن نبحث عن الحقيقة قبل أن تفرض علينا وقائع تقول بإنهاء فكرة فلسطين وتأسيس نظام تمييز عنصري سيكون ذروة المشروع الكولونيلي الصهيوني. تعالوا في البداية نقدم قراءة أولية للحروب النظامية التي خاضتها الدول العربية بمشاركة فلسطينية على الأقل في حرب النكبة، لنكتشف ما يلي. أولا، إن الحروب الثلاث الأولى لم تكن حروبا إلا بالمعنى المجازي. قيادات الجيوش العربية في حرب 1948 كانت إما بيد البريطانيين بشكل مباشر وإما خاضعة لحكومات صديقة لبريطانيا. ثانيا، الحرب الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها اسم الحرب هي حرب تشرين الأول أكتوبر عام 1973، وكما حدث على أرض الواقع قادت إلى نصف انتصار. ثالثا، كانت حرب تشرين الأول أكتوبر 1973 آخر الحروب التي خاضتها الجيوش العربية النظامية ضد إسرائيل، وبعدها بدأت عملية سلام معقدة لفكرة نحاول طرحها انطلاقا من ظاهرة جزئية هي الخسائر البشرية تتمحور حول الدعوة إلى مقارنة خسائر الحرب بخسائر السلام، لنكتشف أن السلام لم ينهي الحروب الإسرائيلية على الفلسطينيين والعرب. لاحظوا هنا أنه صار لزاما علينا استبدال تعبير الحرب العربية الإسرائيلية بتعبير الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين واللبنانيين. كيف إذ يكون السلام هدفا؟ هل ذهب النظام العربي إلى تفككه الشامل نتيجة عجزه عن خوض الحرب في المكان الذي يجب أن تخاض فيه، فحول الجغرافيا العربية كلها إلى حقول للموت والأسى؟ وفي الأخبار المنوعة ما جاء في موقع الشبكة الألمانية دوتش فيلي، حيث عنونت: إرهابي يساري سابق يعتني بسلفيين داخل السجون الألمانية. برينهارد فالك يعرف في السجون كإرهابي يساري سابق، قضى 12 عاما وراء القضبان، والآن يعتني بإسلاميين مسجونين، والمخابرات تعتبر فالك خطرا على المجتمع، وفي المقابل يرى هو نفسه مساهما في إعادة دمج السجناء الإسلاميين في المجتمع. يقول الموقع: من مزايا دولة القانون أنها تطبق قواعد الحماية حتى لصالح خصومها الذين يرفضون بشدة، وحتى من يريد إلغاء النظام الديمقراطي ويستخدم العنف من أجل إقامة دولة إسلامية، وله الحق في محاكمة عادلة مع تعيين محام من اختياره. وهنا تماما يبدأ مجال عمل برينهارد فالك حسب ما أوضح الرجل الذي يصف نفسه بمساعد طوارئ. أماكن عمل فالك هي قاعات المحاكم والسجون، إذ أنه يعتني على مستوى ألمانيا بمعتقلين إسلاميين عائدين من سوريا قاتلوا هناك لصالح ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش أو مجموعة إرهابية أخرى وأعضاء في المشهد السلفي الألماني، متهمين بتجنيد أشخاص من أجل الجهاد. وبالنسبة لبرينهارد فالك فهم جميعا معتقلون سياسيون مسلمون في جمهورية ألمانيا الاتحادية. برينهارد فالك له ماض إرهابي يساري، لقد نفذ عدة اعتداءات وحكم عليه بسبب محاولة القتل في 4 حالات، ومكث أكثر من 12 سنة في السجن، وأطلق سراحه في عام 2008. في الأخبار المنوعة الأكثر انتشارا اليوم ما جاء في موقع شبكة البي بي سي، والتي عنونت: مضيفة في شركة الطيران الهندية تسقط من طائرة. وقال الموقع:
سقطت مضيفة في شركة الخطوط الجوية الهندية من إحدى طائراتها إلى مدرج مطار بومباي عندما كانت تحاول إغلاق باب الطائرة. وأعلنت الشركة أن المضيفة سقطت بينما كانت تستعد لصعود الركاب، وقالت أن المضيفة هاراشا لوبو أصيبت بكسور في ساقها نتيجة الحادث. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن برافين أحد كبار مسؤولي الشركة قوله إن إحدى أفراد الطاقم سقطت عندما كانت تحاول إغلاق الباب الخلفي لطائرة بويونغ 777 وأصيبت بجروح. ومضى المسؤول قائلا: تخضع المضيفة للعلاج في المستشفى وهي في كامل وعيها وفي حالة صحية جيدة، وسيجري التحقيق للوقوف بدقة على أسباب وقوع الحادث. ويذكر أن شركة الخطوط الجوية الهندية إير إنديا المثقلة بالديون ابتليت في الفترة الأخيرة بسلسلة من الأعطال الفنية والحوادث المحرجة، بما فيها تأخر الطواقم عن مواعيد إقلاع طائرتها. ما بين الأحداث السياسية ومشاهد الطبيعة، تتنقل عدسات مصوري صحيفة الجارديان البريطانية موثقة أهم لحظة خلال أسبوع، طالعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. رسامو الكاريكاتور يعبرون عن وجهات نظرهم بطريقة مختلفة، حيث تمتزج الألوان بالمواقف والأشكال بالصور. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. وبهذه الصور نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.